اخوتي اخواتي السلام عليكم، مرحبا بكم جميعا. تحيه الاحرابي المغرب وخارج المغرب. واحد القضيه بغيت نهضر عليها والله الا غير سمحوا لي، زعما ما سمحوا لي على هذه القضيه، واخا غادي نهضر مع زعما الزوليه هبالي وغادي نهضر معكم في هذه القضيه، وغادي نطلب منكم واحد السؤال بسيط جدا. هاد الناس بزاف الناس خرجوا بواحد الفيديوهات تيقول لك المغرب فاز برئاسة حقوق الإنسان في مجلس الأمن الأمم المتحدة ولا ما عرف اللعيبة بحال هكا. بالله عليكم كاع حد الناس اللي خرجوا تيقول لك أن المغرب حقق انتصار، بالله عليكم وها الله عليكم غير قولوا لي واش المغرب يحترم حقوق الإنسان، واش النظام المغربي يحترم حقوق الإنسان، واش عندنا في المغرب كتطبق حقوق الإنسان. ها العار ها البزيزيلة المهمة، غير لما قولوا لي كاع حد الناس اللي خرجوا بفيديوهات تيقولوا أن المغرب انتصر وأنه يترأس لسانا، لأن وقيلا كيعطوك عام كتبقى ترأس ديك القضية ديال حقوق الإنسان، عام غيعطيه ليك غادي تكون ممثل شرفي ما غيكون عندك حتى شي دور بعد هاد القضية هادي. ملي الواحد مثلا تيكون ما كيكون عنده حتى شي دور كتكون واحد يعني حاضر وغائب، يعني راك حاضر ولكن ما عندك حتى شي دور، يعني بحال الحليب الحمار ما غتنفع ما تضر، غادي يحطوك تمايا لان كيديروا القضيه التناوب وكذا. وحنا كناس وكشعوب كنعرفوا شكون كيتحكم في القرارات الدوليه، كنعرفوا شكون كيتحكم في السياسات الدوليه، هادشي كلنا كنعرفوه. واش مثلا ملي غنحطوا المغرب مثلا على راس مثلا هذه القضيه ديال حقوق الانسان، واش المغرب غادي يكون عنده شي راي؟ واش غادي يقدم مثلا شي مخطط ل يعني لانقاذ البشريه، ولا مثلا للقضاء على الديكتاتوريه ولا القضاء على الناس اللي ما كيحترموش حقوق الانسان؟ لا، ما غيكون عنده حتى شي دور ولو ثانوي ما غاديش يكون عنده. ولكن هنا شفت مثلا دوك الناس اللي كيعمروا الشوارج، الله يهديهم وصافي، اش غنقول انا هذه اش غنقول زعما الله يهديهم. خاص الناس اللي بالزريبه كنعذرهم، راه واخا شتي واخا زعما كنتقدكم وداك الشيء، والله كنعذركم بالله. حتى انا مثلا كنت في المغرب، انا خرجت من المغرب باش نهضر، انا خرجت من المغرب باش تكون عندي الحريه، باش نحس براسي، باش نحس بديك انني غادي نهضر نقول داك الشيء اللي كنحس به. ما كاينش واحد في المغرب غادي يقول داك الشيء اللي يحس به، ولا قلتي داك الشيء غادي يصيفطوك للحبس، يلصقوا لك التهمه كيف ما بغات تكون، الله يصيفطوك للحبس. وإلا كنتي كتشك عليهم شي خطر كبير غيديروا لك نود ونود ويصيفطوك مثلا يديروا شي لعيبه بحال هكذا ويقادوا لك مثلا شي سيناريو ويصفيو التصفيه الجسديه. كنعرفوا النظام المغربي، يعني دوك الناس تيخرجوا تيقول لك ودي المغرب تبدل وما بقاش وكذا، المغرب ما تبدل ما والو، المغرب غادي في واحد المخطط اللي من اللي مثلا فرنسا عطات الحكم للعلويين باش هما مثلا يبقى يسيروا شؤون المغرب بالوكاله، لان النظام المغربي يسير شؤون فرنسا في المغرب بالوكاله، يعني النظام المغربي ما هو الا موظف بالوكاله عند فرنسا انه كيسير احوال هاد الدوله هذه. هادشي كله معروف، هادشي كله معروف. وحتى الناس مثلا اللي كيخرجوا كيطبلوا لي عارفين هادشي. نقول لكم واحد القضيه، شتي باش يعني شتي النظام راه ماشي غبي، النظام ليس بغبي والشعب حتى هو ماشي غبي. نقول لكم واحد القضيه، شتي هاد الناس مثلا اللي كيخرجوا كيطبلوا، بلا ما نقول اسماء لان الحشومه غادي نقول شي اسم، كيخرجوا كيطبلوا الملك والملكيه وكذا، ولكن كتبان في الملامح ديالهم ان ديك الهضره اللي تيقولوها راه ماشي صحيحه، يعني ديك الهضره اللي كيقولوها كتخرج غير من فمهم، ما عندها حتى بشي علاقه بداك الشيء اللي كيحسوا به في القلوب ديالهم. يعني شي انسان مثلا اللي تقمع ودوز الحبس ويعني دوز جميع انواع مثلا العذاب النفسي والجسدي وتيخرج كيبقى يطبل الملك، يعني كتشوف وجهه ان ديك الهضره اللي كيقول ديك الهضره اللي كيخرج يعني راه غير خارجه غير من فمه، يعني لا علاقه لها بداك الشيء اللي كيحس ولا داك الشيء اللي باغي هو ولا داك الشيء اللي كيتمناه اوكي. ولكن انا مع هاد الناس النقطه اللي ما كنتفقش معاهم فيها، وهما انهم عارفين راسهم
هما كيبالغوا في داكشي اللي كيديروا به في داك الحب للمالك، وعارفين راسهم تيكذبوا لان داكشي ماشي احساس صادق. وباش كيزيدوا باش انا باش ما كنحملهمش كيبالغوا في ديك الزياده. يعني انا عارف انهم كيبالغوا بالزياده باش يحاولوا يرضوا باش يرضيو مثلا الجهات الامنيه اللي مره كتعيط ليهم وكتصنت ليهم، ولكن رغم هذاك الشيء يعني الانسان خص يكون عندك واحد الكرامه صح. انا عارف ان النظام المغربي ملي كيقمع الانسان وكيصيفطو للحبس كيجردو من الكرامه ديالو، كيدوزو عليك مثلا عندهم اساليب اللي كيجردو الانسان من الكرامه، كيرجعوك كلب. وهذا هو الهدف ديال النظام المغربي، كيفما انه رجع الشعب المغربي كله عباره عن حيوانات اليفه، حتى دوك الناس مثلا اللي كانوا ضدو عارفهم راهم ناس بكرامتهم وبشرفهم وكذا، ولكن تيخدم معاهم ديك الاساليب اللي كتجردهم من ديك الكرامه ديالهم. حنا عارفين هادشي فاهمين هادشي، ولكن كيف ما قلت لكم انا اللي كيبقى فيا وهم انا كيبالغوا. اي اسيدي حنا عارفين تحدوا غوطات اي اوكي متفقين، ولكن ما تجيش تبالغ يعني ما توصلش ديك لانك كتوصل كتولي كتبان الدناءة في وجهك، كتولي عارف راسك كتبالغ، وحتى مثلا المتلقي عارف كتبالغ. لا الناس اللي في المغرب ولا اللي حتى اللي في الخارج، حتى دوك اللي كيطبلوا في الخارج حتى هما راه ماشي كيقولوش داكشي يعني، بل كيبقى عارف راسو كيكذب عليك. اوكي راه هو عارف راسو كيكذب، عارف الاوضاع في المغرب، عارف شنو كاين في المغرب، عارف التجاوزات اللي كيقوم بها النظام المغربي والاجهزه الامنيه المغربيه ولا القضاء المغربي، هادشي كله تنعرفوه. وهذوك الناس مثلا اللي تيخرجوا تيهضروا راه حتى هما راه ناس واعيين، راه عارفين الاوضاع، راه ماشي شي واحد مثلا عنده تكوين جامعي وغادي يجي ويقول لي ما نعطيكم مثلا واحد المثل صارح مثلا مثلا نعطيكم واحد رمضاني مثلا، نعطيكم رمضاني، واش الرمضاني مثلا داك الدبلوم ديال الصحافه وداك الشيء، واش الرمضاني ما عارفش شنو الواقع في المغرب، واش الرمضاني ما تيعرفش الخبايا ديال النظام المغربي. الاخر داك اللي تيكون مع سميتو داك ولد سيدي بالنور السليمي، واش السليمي ما كيعرفش الواقع ديال المغرب، واش ما كيعرفش الواقع النظام؟ ولكن هذوك الناس تياكلوا من الهضره ديالهم، هذوك الناس ماشي ما كيهضروش بالاحساس ديالهم، هذوك الناس كيتاجروا بالهضره ديالهم، يعني كيربح من خلال الهضره، يعني كيجيب الفلوس من الهضره، يعني كيتخلص عن طريق الهضره، يعني لا علاقه بداك الشيء اللي كيحس به بداك الشيء اللي كيخرج من فمه. يعني بحال شي واحد مثلا بوليسي مثلا كيمشي كيقمع الناس في الشارع، ولا مثلا كيعذب الناس مثلا في الاوكار ديال التعذيب وكذا، وكتجي لدارو كتلقاه كيهضر مع وليداته وكيضحك معاهم وكيصلي وكيديهم يلعبوا وكيلعب مع ولادو وكيتفرج معاهم، ولكن ملي كيكون في العمل كيكون انسان اخر اللي واحد الوحش حيوان يقوم بتعذيب الناس وكذا. راه هكذاك هاد الناس اللي كيهضروا، يعني اي واحد مثلا كتبان في الوجوه ديالو، انا ما بغيش نعطيك بالاسماء، ولكن كلهم شتي غير تسمع عن مزيان في وجاههم ما بين الحركات ديال العينين والحركات ديال الوجه والحركات ديال الفم وداك الشيء اللي كيخرجوا تيبانوا انهم كيكذبوا، تيبانوا. انا نعطيكم مثلا غير نجيبوا مثلا جو روغن داك اليوتيوبر الامريكي اللي مشهور اللي عنده 10 المليون واقيلا ديال المتابعين ولا كذا، الا مشيتو كتشوف وجههم اللي كيكون كيهضر تتبان لك الحقيقه في وجهه، كتبان لك الصراحه في وجهه، كيقول داك الشيء اللي كيحس به. يقدر يكون داك الشيء اللي كيقولوا صحيح، يقدر يكون ماشي صحيح، ولكن كتبان لك في وجهه انه كيامن بداك الشيء اللي تيقول. ولكن حنا هاد الناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي تتبان في وجوههم ان ديك الهضره اللي تيقولوا ماشي داك الشيء اللي كيحسوا به، يعني كتبان يعني هنا شنو يعني شي كيضحك على شي، يعني النظام كيضحك على الشعب والشعب كيضحك على النظام، وهاد الناشطين ضحك عليهم النظام وهما كيضحكوا على النظام، يعني القضيه كلها في المغرب شي كيضحك على شي. ودابا المشكل كلشي عايق بالاخر، دابا غير ما كنبغيوش مثلا نفضحوا السرير، ما كنبغيوش نفضحوا الحقيقه. دابا الشعب المغربي عارف النظام المغربي اشنو كيسوى، الشعب المغربي عارف الاجهزه الامنيه في المغرب اش كتسوى، الشعب المغربي كيعرف القضاء المغربي اشنو كيسوى، ولكن ملي كيكون قدام الكاميرا تيقول عكس داكشي اللي كيحس به.
وحتى النظام مثلا النظام شتي محمد السادس راه عارف راسو، عارف راسو شنو كيدير، عارف راسو شنو كيشفر، عارف راسو مقول بالشعب، ولكن في الخطاب ديالو كتشوف انه الخطاب ديالو ما عنده حتى شي علاقه بالتصرفات ديالو. ماذا يبين هذا؟ ان داكشي اللي كيقول غير صحيح، والدليل على ذلك انه ماشي مثلا ما شفناش مثلا محمد السادس شي نهار غادي يخرج بلا ورقه بلا خطاب وعينيه امام الشعب امام الكاميرا ويشي كيشوف الشعب وكيهضر. هو حتى مثلا غير قدام الكاميرا ما كيقدرش يهز عينيه، نقدروا نقول راه كيتهجى ما كيقدرش يقرا له وكيبقى تيتهجى. اسيدي حنا ما بغيناكش تهجى، الملك محمد السادس ما بغيناكش اسيدي تهجى وتقرا الورقه وتعذب وكذا، واخرج غير هضر قول لينا داكشي اللي كتحس به، ما تقول لينا داكشي اللي كتعرف انت، داكشي اللي كتعرف، ما بغيناش شي حاجه اكثر من داكشي اللي كتعرف. راك انت رئيس دوله، رئيس دوله راه تيكون تيعرف شنو واقع في البلاد، يعني ما يحتاجش مثلا غيجيب شي واحد اللي غادي يكتب ليه خطاب، ولا مثلا شي واحد اللي غادي يقول ليه شنو غادي تقول. يعني راك انت عايش في المغرب وتولدتي في المغرب وترعرعتي في ازقه المغرب، وشفناك في شوارع السويسي، شفناك في شوارع التقدم، شفناك في يعقوب منصور، يعني كتعرف غير الرباط راه يعطيك مثلا واحد النظره شامله على المغرب كله. يعني ما نحتاجوش مثلا الملك انه مثلا يخرج مثلا ويبقى يتهجى في ورقه، ما محتاجينش داكشي. حنا بيناتنا ياك حنا مغاربه بيناتنا، علاش مثلا غادي نفرضوا على الملك انه يخرج لنا بخطاب وكيتعذب وكيتقاتل، على اساس يدير اللي ما يخرجش مثلا ويهضر معانا ك يعني بحال خوتنا. ياك حنا الشعب ديالو، حنا الرعيه، وكنعرفوا ان الشعب المغربي ماشي كله قاري، ماشي كله قاري العربيه، ماشي كله كيفهم اللغه العربيه، علاش كتزيد كتفرض على الشعب المغربي واحد العذاب اخر خصو يبقى يتصنت ويقرا لك الافكار ديالك وديك اللغه العربيه والجمل باللغه العربيه؟ ماشي كاع الناس كيهضروا العربيه في المغرب. يعني لو كنتي مثلا تهضر معاه مثلا غير بالدارجه تجي تهضر معنا بالدارجه، كيف ما كتهضر مثلا مع صحابك، كيف ما كتهضر مثلا مع اي واحد مثلا، ما غاديش نحتاج مثلا انني نجي مثلا نبقى نصدع راسي ونبقى نتهجى في الكلمات ونعاود الكلمات كنتهجى مرات ومرات، ما يحتاجيش العلاج. ياك انت هو الملك ديالنا وحنا الشعب ديالك، ما خصش يكون بينات مثلا الملك والشعب تكون مثلا هاد الحزازات، ولا مثلا هاد العذاب، ولا هاد يعني شي حاجه اللي ما خصهاش تكون. هادشي اللي كنهضروا عليه حنا، يعني شنو كيبين هذا؟ هادشي اللي بغيت نقول لكم، يعني القوالب كتبان ما بين النظام وش، يعني النظام كيقول بالشعب والشعب كيقول بالنظام، ولكن في الاخر حنا الشعب عارف شنو هو النظام، والنظام عارف شنو الشعب. النظام عارف راسو كيسرق الشعب، والشعب عارف راسو كيتسرق من النظام، وعارف راسو يعني محروم من الكرامه، محروم من الشرف، محروم من التعليم، محروم من الصحه، محروم يعني من ابسط الحياه، يعني ديك اللعبه ديال ابسط ظروف الحياه. يعني الانسان المغربي محتاج ليها، ما يحتاجش مثلا نمشيو لشي حوايج مثلا اللي نتقلوا على النظام مثلا، ولا يعني ما يحتاجش هادشي. يعني داكشي عارفين شنو، عارفين النظام يعني ما باغيش يبين انه شفار، هو حنا عارفينو شفار. يا ودي حنا عارفينك شفار، يا ملي ما قادرش مثلا تعبر لنا تشفار ديالك، علاش دخلت شفار؟ واحد ما قادرش يعني يشفر ويبين الشفره ديالو صافي، خرج قول للشعب انا شفار وانا كنسرق عليكم رزقكم، وراه برادين راه وكنقسم لكم بالله العلي العظيم. باش يخرج محمد السادس في خطاب يقول لهم حنا انا والنظام والاتباع ديالي وعائلتي راه كنسرقوكم يوميا، من اللي كنفيقوا بالصبح اللي كنسرقوا بكم، وحنا اللي مفقرينكم وحنا اللي معذبينكم، وغاديين يخرجوا يقولوا لي عاش الملك. فهمتي؟ يعني اش كنقول مثلا دوك الناس مثلا اللي تعرضوا للقمع وخرجوا باش يكملوا المسيره ديالهم بواحد الطريق اخر اللي هو في طريق يعني خدمه النظام، يعني القضيه مريطه، يعني مع يعني حاسين بكم داكشي اللي كتقولوا به كتكذبوا، لان واحد الانسان كيامن والله العظيم الى حتى واحد الاخ بعدا
يعني كيبقى فيا والله حتى كيبقى كنقسم لكم والله ما نمشي لكم سميتو والله العظيم اللي ملي كي الا شفت اخر فيديو ديالو وحق الله الا بقى فيا زعما واحد الطرف خايب بزاف واحد المخيسه يعني بكثرة داك الدل اللي كيمارسو والله العظيم الا واحد لقيت جاتني البكيه والله يرضى عليا الطيب كنشوف السيد كنشوف يعني كنشوف لو فون ديال السيد كنشوف الداخل ديال السيد يعني كتبان لي هذيك الصوره ديال داك السيد كيفاش كيحس وكيفاش كيفكر واشنو باغي يقول ولو تعطاتو الحريه شنو باغي يقول وشنو غيقدر يقدم يعني للمتتبعين ديالو شنو غيقدم للشعب شنو ولكن لقى راسو بلوكي يعني جينا قلنا له عرفتي شنو درنا قدامو حيط ورا هذا الحيط راه ما يمكن تجاوزو راه لا بغي راه كتدخل في الحيط غيضرك راسك يعني هادشي والله العظيم بقى فيا وحق الله الا بقى فيا يعني واحد الوضع اللي بائس جدا وهادشي مثلا اللي كيمارسوا النظام المغربي راه ما كيمارسوش مثلا على هاد الناس راه كيمارسوا على الشعب كله غير هو هاد الناس كيزهقوا لي كيخرج يعني كيحاول يخدم معاهم هاد الطريقه اخرى اللي جديده مثلا اجي هدي الكلب هادو خصني نطلع دين امهم بهاد الطريقه هادي باش يحشموه وباش يديروا يعني انا هادشي اللي كنقول انا هادشي مثلا اللي كنبغيو نقولوا للشعب المغربي يعني حتى لي الغربقاو بحال ما هكذا يعني الواحد انا ما كنقولش مثلا خرجوا تقاتلوا انا ما كنقولش هاد القضيه انا ارفض هاد القضيه ولكن الواحد يخرج يدافع على حقه صاحبي راه 40 مليون انا 40 مليون كيقولوا 40 مليون واش 40 مليون مثلا المغرب شحال فيه مثلا ديال العسكر ولا البوليس ولا المخازنيه ولا شحال غادي يكونوا مثلا 40 مليون بزاف وكنظن راه حتى مثلا هاد الناس حتى مثلا الناس اللي في الجيش ولا في البوليس ولا راه حتى مقموعين راه حتى ما كيعيشوا نفس الاوضاع راه غير هما عندهم مثلا داك الامتياز انهم مثلا كيقدروا مثلا مثلا ما عايشين واحد شويه واحد القفزه مثلا عايشين فوق الشعب بديك الامتيازات اللي كياخذوها مثلا سميتو هما راه يعني الاغلبيه مثلا العسكر والبوليس والاجهزه راه كلشي عايش بحال وجمتو يعني باينه كيزيدوا فيه باينه يعني واش غادي نقول لكم يعني بعض المرات كيبغي الواحد يهضر ولكن باش كيبقى فيا الحال تيخرجوا تيقول لك الخونه باش خونه مثلا هاد الناس اللي كيهضروا هي كتامنوا بحريه التعبير ياك المغرب في حريه التعبير وفي حقوق الانسان وفي كاع هادشي اللي كتهضروا علاش ما يمكنش مثلا نخليو الشعب يهضر يقول اللي بغى مثلا يعبر على راسو اشنو غيطرى ما خطر حتى شي حاجه انسان مثلا كيهضر كيعبر اشنو غادي يدير لهذا الشعب هذا شنو غيدير مثلا للمغرب مثلا واحد الانسان كيهضر اشنو غيقدر يدير ما تنظنش غيقدر يدير شي حاجه الانسان كيهضر اصاحبي تعطي الحريه للشعب ياك انت عندك مثلا المؤسسات ديالك عندك مثلا الادوات ديالك اللي كتخدر بها الشعب خلي حتى الشعب حتى هو يهضر على راسو حتى هو يعبر على راسو يعني شي حوايج بعض المرات يعني كتبغي مثلا تقول فوالا راه انا بغيت نكون ديمقراطي وداك الشيء فهمتي وبعض المرات وانا بعض المرات كنقول علاش انا مثلا غنبقى نصدع راسي بهاد التخربيق هذا خلي بنادم اللي بغى يدير ولكن كنشوف بعض المرات شي واحد كيخرج يقول لك انتوما الخونه اعداء الوطن اعداء وهادي واش اخوتي واش اخواتي واش الملك هو الوطن واش اللي مثلا كينتقد الملك واش الملك هو الوطن واش الوطن هو المغرب واش العائله العلويه هي المغرب واش هاد العائله اللي حاكمه المغرب هي اول عائله مثلا حكمت المغرب ورا دازوا عائلات وعائلات وعائلات واشخاص حكموا المغرب يعني القرون اللي فاتوا علاش مثلا خصنا مثلا العائله لا العائله وراه في القران النبي تيقول لهم انا لست اباء احد ولست اب يعني ما يعني سلاله النبي ما بقاتش يعني راه غير الواحد ملي كيبغي يكذب عليك تيجيب لك بحال تيبغي يجي يدخل لك ديك اللعبه ديال الشكل بالعقلي وانا وسلاله الرسول وكذا ما كاين لا سلاله الرسول ولا سلاله عثمان بن عفان يعني بلا تيبقى تيضحك عليك وصافي
اخوة اخوات، بارك الله عليكم، الى فيديو اخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.